وغادي فما شيء جديد. نفس سلوغني الريميكس تاع اغنية تاع ماريو 64 والحميق شهر الان. السلام عليكم، تسميم ماريو اليوم في فيديو جديد وزر رقم 7 لتختيم سوبر ماريو جالاكسي 2. المرة اللي فاتت عملنا بولدر جالاكسي، جربنا الايتم الجديد، عملنا هذا الجلايد، ورينا الجسم موشن كنترولز باش نسوق نتحكم بالطائر، و الهونغلي لوما فيها زوز جالاكسي، فيها زوز نجوم، واحدة سرية واحدة بالايتم زينا متاع النحلة. سو اليوم ان شاء الله باش نمشيو لباوزرز لافا، لكن قبل ذلك باش نجيو لهذا ستيج نتاع الماك كوزميك كوف جالاكسي فلايت تو ذيس جالاكسي. شوفوا هذه شنو السر نتاع كوزميك كوف توين فولز هايد واي، اظن فيها باور اب جديد، اظن سنجدوني الايس ايس فلاور. اظن يب تفكر فما ايس فلاور ونجم نطلع هذا الشلال. وهوني مرة هذه لقيتها فيديو في الانترنت يا جماعة، علاش سوبر ماريو جالاكسي 2 جيدة؟ علاش؟ على شفتوا هذا ستيج، ستيج جيد هذا، لكن هذا شنو هذا ستيج؟ هذا ستيج نتاع ما لعبة جيدة، لأنه حتى الواتر ليفلز نتاعها جيدين. أظن هذه أول مرة نسبح في 3D في اللعبة، هي أول مرة. سو عندنا هذي التورتل نجم نستعملوها كمركبة، نجم نقذفها أو فقط نطير بها، وهذا من بطاريق رجعو. أوكي أوه نجم نضربوهم زادا بالضوء نتاعها، هذي باش نشوف اش فيها، فقط ستاربتس، أوكي شتي هذا كل خاطر ستاربتس. باش نمشيو من الأسفل، وأنا دايف، أوكي. نهبطو في الأسفل، نجمو ندورو أيضا بال هذا، وما فما شي، كنت نضيع في وقتي، نقفز هكا، ناخذ هذي الشيل، شكرا لك يا لعبة، وهوبا، نجم نعمل ستوب. طيشت هالشيل متاعي، قلت بلي باش تضرب فيه، كنت خايف شوية. المهم نحن ندورو هوني، ليس هناك سر لأنه هناك ملول زوج نجوم، أما فما ستار كوين يمكن أخويا، وهذه متأكد كسبة ما خرجليش كي السمكة الطويلة، حل خلاو فيها خباو فيها كي السمكة الطويلة. يلا تطلع كمون جيلي فيش كبيرة. الكاميرا دوري. وات كيفاش فخي فما ثلاثة نجوم هوني؟ دم فما هذي البطل ناخذو بوينتس، ما فماش ايس فلاور لكن كلشي يتحول بس بين هذي نشوفو قداش لازمك، البطل نرجعلك. 15 ما عنديش 15، عندي 7، لكن نجيب 15 16 ايزي في محيط القاع. هذي هكا هوب هوب هاك الاغنية هات تفكرني فيها اغاني متاع اش اسمها؟ لا 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 متقوليش ناقصيني زوز كوينز هكاكا، بليز بليز ناقصيني زوز كوينز، ما في باليش. شوف شوف كوينز قداش فما من كوين من الاسفل، ايه تمشي ناخذ النجمة نتاعي فقط، بطل نعملها. لا اش تعملها؟ اش تعملها تو؟ هات لي هذي شكرا. ايه وكلناها، ما قعدتش نوريكم نفس الانيميشن. جينا كوكب جديد. فهمت انا كيفاش هذا فيه ثلاثة نجوم،
هون لازم تاني اخو ارنب. I think you can catch me. لا تنصطاد اوكي قاعد فهم انت فهم. واذا اظن مش نحولها الى ثلج يب باش نزحلقو. حاجه ما نسيت موريتلكم شنو كيفاش تزحلق. نسرع روحي بالداش هوب ونصطادو بسرعه. يعني هذا الكل كان يجب يحطوا لي ارنب. شفتي مثلا ماريو اوديسي، ماريو اوديسي تمشي تلقى ارنب تمشي تصطادو هذيك مود. هوني تاخذ كوينز وتعطيه حتعطيك انيميشن تحول لكوكب كامل من اجل ميني جيم تقعد تتزحلق وتاخذ ارنب. يعني من الحوايج الباهيه في ماريو اوديسي ان تخليك كل شيء قدامك وانت تتصرف تختار وحدك. ما تقعدش لازم انيميشن تمشي كوكب نعمل كذا على خاطر نجم وترجع لهوني ومن بعد تام بابا وبعديك ترجع وتمشي. اوكي هذو الانيميشن تاعهم الكل تاخذهم. يعني هذا قبل كيفاش كان طلع ماريو وبعد كويزومي. ماريو اوديسي ما اهتمتلاش بها من يوم موتو. كويزومي اللي تلعب بها هو المعلم وعمل حاجه باهيه جدا. اسيلو انتو باش نرجعو في ما كنا. اسكيت هذا اللونج جامب كيفاش يبدا يدور في مقاطو. هوب بعد نعمل هوني وول جامبس يمر يركح عندك ساعة وول جامب عادي من غير ما تبدا تعمل سكيت وتدور في الهواء. هوني نكسرو فقط نجم. هذا الوتر ليفل يعني ساهل تقعد تمشي في الماء تصل تعمل سكيت هوب والجنب وتخو نجمة يعني سهل جدا ما عملتش حاجة كبيرة. هوني خلف كوكب أظن بعد باش نمشيولو في النجمة الثانية ولا الثالثة. بون أنا سبقنا الثالثة خذينا النجمة الأولى مازالت الثانية. نمشيو مرة أخرى. سو الفيديو هذا كله على حول هذه الجالكسي لكن احنا باش نذهب إلى باوزر. نعم سنذهب إلى باوزر إكسبلورينغ ذا كوزميك كافر. هوني كافرن في وسط البحر في وسط الجالكسي كوزميك كافرن واكيد بالتودي. باني ياخذو دي مفتاح فما كلومة مرسومة بالستار بيتس. هاي وين كاي زبدي نمشي ناخذ المفتاح ونرجع. الدنيا مزيد بالثلج المرة الفايتة. شكل بطريقة هادي هاني شيخين فما هادو متاع الثلج بالي منهم نتاع ثلج هذا ولا نتاع نار. نتاع ثلج نتاع ثلج. شبيك انتي تبي نهبطوني؟ اوكي تو نهبطوني. هوبا تو احنا كنا في الفضاء. كتو سويم لو جام سويم بالتو دي زبدني رد بالي بالماء باش ما يهزنيش ونطيح. نعمل لونج جامب باش نختصر الوقت. هوب هات ناخذوني كوينز. كوين واحدة ماشي فشي اخرى. اهبط الاسفل شو ما في اليمين كما شيء. نجم نعمو بسرعة. تمشي يا مارو عامل سبين سبين على بعض سبين على بعض يعطيك الصحة. هوب سبين هذا الليفر ندخل هوني. هذا نوم عادي كان من خاطري من نوم مش عادي كان علاش سبين ما خدمتش. هذه الحوتة ما تفجعش كيما الحوتة الأصلية اللي في ماريو في ماريو 64 في ماريو اوديسي لكن نفس الحوت عند الديزاين تاع ماريو 64 اللي تفجع. هذاك عينه كبير يعني هي كبار هكا تحسها عادي. في ماريو 64 هكا اللي في وسط السفينة وهيك تفجع بالحق. والان الماء يصبح يطير في الفضاء وهنا نعمو فيه. نجم نقفز هكا يب نجم نقفز هكا يطيروا. ايزي وسبحان الله الجاذبية ديما في الأسفل. يعني علاش الجاذبية مش على اليسار ومن فوق احنا في الفضاء ولا علاش ما نطيروش؟ حسيلو عندنا هذا الماء نزيد نعومو فيه.
الماء يتحرك لك احنا ما نحركوش فيه. سبحان الله. نطلع فوق. و نقفز باش نفتحوا هذه اللومة. ناخذ استربيس مجانيه اللي ترسم اللومة. ما جاتنيش ونوب، تسع استربيس اخرين جينا ونوب. حسيلو بس انا اللومة استنى قبل ما نجيك. هات لي اللومة تسعة ولا ثمانية؟ تسعة ثمانية. نقص لي كعبة هكا. نهزو جالكسي اخرى. هذا شنو هذي؟ علاش شبيه التوت؟ Some vacation I can't go swimming because everything is frozen. Oh Mario, did it even see you there? Wow, hi. هاكي ستار غاديكا امشي لها. اي هاني مشي لها. وا ايتم جديد رجع الديك. هذوما كي الرصات كي السنان، السنان يتحول الى الالكتريسيتي. باش نبداو نحفرو ونشوفو كيفاش. اوبا ضربنا. طلعتش من هكا، طلعت من الوسط. يب سبحان الله جبت هذه الساعة. هذه هي هذه لازم دينا نعملها باش نجيب الماء. اوكي ماذا من الكوبا التوي كوبا. ماريو وورد كان نشوف شو مشاهد أظن. هكا هذي أظن هذي. كيف نطلعش هذي؟ ما طلعت شكي. هذي طلعت. أنا جيت. ما خلينا وانا بمغاد. أيا عدوينا. خليش نحفر في اي بقعة. انا مش نحفر في اي بقعة تعرفها. حفر هكا وكا وين ايه كيفاش الزح. عملنا حفرنا في جميع الباتشز، حفرنا فيهم الكل ولا واحدة توصل ولا واحدة. باهي اسمع انا نشك اللي زمتها مفتاح هكية وبعد نحفروا فيها. المفتاح اظن مخبأ عند واحد من هذول اظن. طلعت مفتاح، ما قاليش انه في مفتاح. كيفاش يجي لبالي الزح؟ بس خايف نزيد نعملها من الاسفل، قد نبحث هنا في الاسفل. ربما شيء يطلع، هاي. جيب لي الماء. نحالي باور اب. ونصل الى الفوق، ما تقوليش هذا ستيج يشبه البوكيمون. بوكيمون بول. هذاك كورة مقسومة على اثنين. ماشي. اسيلو اخير نجمة ثالثة، ما ضاعت فيها برشا وقت، هنا نبحث عنها. حفرة هي طلعت مفتاح. تو نمشي لباوزر نسلمو على باوزر صديقنا. قولو هاي بودي كيف الحال؟ نحب نطلع على ميرا بيتش هل هي جيدة ام لا؟ عاد تريكا فيها جيدة خطأ. مانيش باش ننقذها الان. مازلنا نشوفك يا باوزر. مانيش باش ننقذها الان بيتش. طبعا نرجع لك. الساسي بانجوين. بانجوين بداو يجيو. عندنا بانجوين ارنب نحل. شكون فماش حاجة نعرفوها موجودة وما جاتش. فما لويجي كنا ناقص دريس. دريس بتاع ماريو جالكسي. بتاع 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 سونشاين. بتاع سونشاين جماعة سونشاين. اسيلو بوزرز لافالير. نشوفو زعما صعيبة وسهل خاطر الأولى اللي بتاع بوزر جونيور كانت سهلة. بوزرز بيج لافا باور بارتي. هذي كلها لافا. هذي عمل حفلة في اللافا. لافا مجمع ولافا وغادي فما شيء جديد. نفس الاغنية الريميكس تاع اغنية تاع ماريو 64 والحميقة شهر الان. شوفوني استغلوا في النوستالجيا.
يعني كانوا جامل أغنية جديدة استمعها، لكن عملوا الأغنية الأصلية على خاطر هي لينير. شفت مش كما باقي يعني هذه لينير، شفت تمشي باوزر تعمل بلاتفورمينغ في مكانك غريب كما في ماريو 64، هذي تعمل بلاتفورم وكذا، فما بعض الأشياء تلمدهم حتى يتصل إلى باوزر. تا 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 را. كنت نمزح بس تسرعت ومحلية الأغنية وبلخص فما كل أوبرا المرة اللي تعيط وغادي فما باب بسم الله نفتحه كلهم يقعدوا يدوروا ويدو مكة. حسب التود الأصفر موش راقد، العادة ديما التود الأصفر راقد مش هكا. أوه هامر بروس، حسب هامر بروس كيف الحال، حتى جيت في ذي اللعبة ناسي تموت. نفتح كيستار الصغيرة ستار. هذا ليش كون شعب الشيخ وكوينوني ويتنابطوا هذي هكا و دراي بونز. دراي بونز متهم يموتوا. اي 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 مش 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 هوني. زيت وشوف شكون رجع الثومب. وومب هذا الثومب اللي هبط من فوق هذا اظن الوومب. وومب استنيت اسمه وولف اظن الثومب. الثومب اللي من فوق المهم هذا اظن الوومب. وهذا شو كيفاش ثم نجمه من فوق زميلي يطلع فوقه حطو هكا ارجع اطلع. ياه بس ما يشوف ناكلو. وهوني فما كل الكواكب الصغار نطلعوا فيهم و جراوند باوند نرسلها، خاطر هذه اللي باش تستعملوها من اجل ان نغلبوا باوزر. وتو هذه جرافيتي تجبدني ونجيو هكا شاد الكاربت. باوزر يستعمل ال شكون اللي عنده هنايا زرابي من اجل القلعه بتاعو. هذوما ياكلوا نجم نكسرهم، لا نجمش نكسرهم نوقفهم شويه. هذا ميكلو كاربت كيف ياكلوها نجم نتيح فيها. سو نجي نحذر بابا نهرب منهم. اذا كان مكعب اذا كان مكعب من الحمام ضخت 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 مازال الستيج طويل جيد. شفت الستيج الاول ثم هذي كعب اخرى زعما يعطيني حاجه وان اب. واذا البلوك رجعوه انا عمري واش رجعوه الجديد هذا. انا خسيرو ما نتمنى على ماريو 2 دي قاعد نمشي فوق وتبو في ماذا البلوك هكا زوز خطوط هكا وهذا باوزرز يعملوا ليزرز. تم في باوزرز تعملوا ليزرز لكن احنا نقفزو فوقهم اظن نجمو نعملو نزحلقو تحتهم. يب شعر ضربتني هامر. ضربتني هامر موت فاهم. ما احلى الاغنية وانتي موت وانتي موت. يعطي واحد شيء لا شوف شو ماموني موجود نتعلق هذا في العلم. وني اصبحوا ثلاثة سو زبدي نضربهم من الاتجاه الجيد باش تمشي من الاتجاه المعاكس وتضرب واحد و اوب كوكب من نوع جديد من نوع ذهبي. عطيته اكثر انجل بوم اللي تقعد تطير وتقعد ترجع من نفس المكان. ما كسرنا حتى اللبان اظن الان صار وقت باوزر. يب مش ندخل كان دخلنا في البينتينغ في في ماريو 64 وندخل في هذا العالم ونجد باوزر الكبير العملاق جيجا باوزر فوق العرش نتاعو. هو شاود اب باوزر قاعد هكا واقف جميع look at you running around like the, running around like a speed of what is impugning my massive new power the power to flatten you like a space pancake. بيع عنده قوي باوزر كبير مش غرف صنيقة مش كما اللعب الاولى كان صغير. شو مش يعمل؟ مش يعمل حتى شيء.
ويجيبني على الكوكب. مش قاعد يطير، هو يطير وحنا نطيروش. يعني واحد يشغل يتاع ويعطيني كواكب. الكواكب يجي يكسرها، وكيف يكسرها البقية، البقية يوليو ذهبية ونجم نضربهم بها. ما كان كيفاش نضربو بوزر اللي يطير، كان يجي قاعد يغرفصني على بعضه. فوضع كي يجيب هذوما الكواكب، لازم نجيش خليه يكسر الكواكب الكل، نجم نخلي واحدة تكسرو. بوب ضربتين، قولي شو فيت بضربتين، يبغى تغشش. مش كنت مش غرفصني بوزر، بوزر غرفصني عشان ما روحك. مش عملي نار، عملي نار بها تير، عملي نار. نايس نايس نايس. ابشي يجي يضربني، لا ايزي. كيف الوحدة تطير تبدا جماعة نبدا. لا حرقني فين تغرفيس اللي وعدتني بيه، نحب نتغرفص يا بوزر بين غرفصني مش حرقني. كان حالي يعمل لي هكا بيدي الزوز مش بيد واحدة. ونعطيها لك في راسك مرة أخرى ونخرج منها جراند ستار وارجع صغار. لكن ما سيذهب ويخو كعبة أخرى ويرجع كبير. ملا بيهم باوزر غلبناه مرة ولا بس مش عادي نعملها بيه. شغلبو مرة ثانية وشغلبو مرة ثالثة بنفس الشيء. كان في المرة الثالثة باش يموت يعطيني بيتش. ماستر بلان موف تو نكست فيس. اوكي عارف شنو البلان بتاعو، يخطف بيتش ويقعد كبير يقعد يستنى في عرش. حسينو الباور ستار جراند ستار الثانية. ماجستيك ماجستيك ستار واخذينها ستار الثانية. نجمو نمشو العالم الثالث اللي سيكون الفيديو القادم حوله، نبداو بيه العالم الثالث. انا تو انهينا زوز عوالم من ستة عوالم. قداش زوز من ستة؟ زوز من ستة، زوز من ستة، زوز من ستة، ثلث. لكن اكيد فما البوست كريدت سينك ما نحكيش عليهم. حسي لو هي قتلوني. نجمة رقم 24 14 كومت 555 كوينز. Well, how about that? You fought a giant monster. And when he turned on the herb. هذه باش تفتح لنا بورتال نجمو نمشيو للعالم الثالث. اسكت 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 يا لوبا. يمشي ماري واي. هكا صوت الفيل. هذا كوكب الفيل مش كوكب ماري. الاغنية هادئة هنا تنتظرنا. وهو العالم الثالث الجميل الاتاري نيو وورد. و باث سوني سبلت في ثلاثة وحيد، فوق واسفل ويسار. حسب مدة 28 ستار جم متعدو. حسيلو يا جماعة شنو عجبكم هذا الفيديو، لايك و سبسكرايب. تسميمي ماريو.